السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس متتبعين قناة ميرودا الحادقة، مرحبا بكم وعيد مبارك سعيد. بغيت نشارك معكم الفطور ديال اليوم العيد، شاركت معكم صلاة العيد وبغيت نشارك معكم الفطور ديالنا. هو هذا بسيط، ونتمنى هاد العيد يلقاكم في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله، والله يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام يا ربي أمين، ومن جميع المسلمين.